أيضا يسأل في رسالته الثانية ويقول: هل يصح الحج لمن عليه دين وكذلك العمرة؟ وهل تصح العمرة قبل الحج أو الحج أولا؟ أفيدونا بذلك مأجورين. أما من عليه دين فهذا يختلف باختلاف أحواله. إذا كان من عليه دين ليس عنده ما يكفي للحج ولسداد الدين فإنه يقدم سداد الدين، ولا يجوز له أن يحج إلا إذا أذن له صاحب الدين بذلك. أما ما لم يأذن وليس عنده ما يتسع لوفاء الدين وللحج فإنه يقدم الحج فإنه يقدم أداء الدين على الحج. وفي هذه الحالة لا يجب عليه حج، لأن الحج إنما يجب على المستطيع وهذا غير مستطيع. أما إذا كان في ماله سعة يتسع للدين وللحج فلا بأس أن يحج، لكن بشرط أن يوثق للدين ما يسدده ويؤمن له من المال ما يسدده. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم.